صباح الخير يا بنات، صباح الخير يا وهج، صباح الخير يا دينا، صباح الخير على كل من يتابعنا وشاهدنا بصباح دجلة. أكيد المواقف هاي دائما ما تمر بينا يا بنات، خصوصا أنه من نسافر المناطق تكون بعيدة عن محافظة دهوك، نواجه مشاكل اللي هي بالاتصالات أو بعض الأحيان بالإنترنت، خصوصا إذا نتكلم أنه اليوم إحنا بعد تقريبا ساعتين عن محافظة دهوك وتحديدا بقضاء العمادية. حلو. هذا هو قضاء العمادية حولي، تعالوا بدون ما تسلمون عليه، تعالوا منا. يا بنات يعني هنا أول شيء خلينا نلتقي. صباح الخير. صباح النور حبيبي الغالي. طبعا هو سلم علي بس تعال هنا، شلونك؟ الله يحفظك. منين جايين؟ من بغداد. من بغداد، شلون الأجواء؟ والله الأجواء حلوة. خبر. كلش حلوة. شنو أكثر شيء عجبك هنا وبالعمادية بمصيف سولاف بهاي الأماكن؟ المنطقة العمادية حلوة، كلش حلوة. شلون الاجواء هنا؟ صح صح بارده؟ لا زين الجو حلو يعني بس مو حاره. بس مو حاره، بس انا اقول لك بالليل هنا بارده. زين اكيد عندك اصدقاء صح؟ طبعا. على هاي الاجواء شنو تقول لهم؟ تقول لهم كافي صرفوا شويه. صرفوا لحد يبقى بالبيت قاعد، ترى الفلوس مدوم. ولا عباس شكرا لك. الله حبيبي الغالي. الله يسلمك. نعم يا بنات، يعني مثل ما تشوفون خلفي هي هاي مدينه العماديه. هاي المدينه هي تعتبر ثاني مدينه بالعالم اللي لا يمكن ان تكبر من ناحيه البناء لانها موجوده على سطح جبل. انا راح اطلع خارج الكاميرا حتى تشوفون المدينه. مثل ما تشوفون يا وهج ويا دينا انه هاي المدينه مبنيه على سطح هذا الجبل. طبعا مثل ما تشوفون انه البناء لا يمكن ان يتسع داخل هذه المدينه، وهي ثاني مدينه فقط بالعالم. اما اذا ما نزلنا الى أسفل الجبل راح نشوف أنه هاي الأماكن أو هذا المكان عملت وزارة السياحة على تشجيره، وبنفس الوقت شوفوا جمال المنازل اللي موجودة هنا. أتوقع أكو مدينة اسمها السلاط أو هاك الشيء بالأردن حسب ما غششتني هنا، أنه تشبه هاي المنطقة. الأجواء هنا يا بنات، الأجواء هنا طبعا كل جميلة. طبعا مثل ما تشوفون الاجواء هنا كلش طيبه، نفس الوقت انه هي بارده شويه، يعني اوكي ما بيها يعني ما بيها الحراره اللي معتادين عليها. ممكن درجه الحراره هنا تصل 30 32، ممكن العصريات يكون الجو ابرد، بالليل انه واحد ممكن انه صعب يمشي وهو لابس يعني ملابس خفيفه، خاصه اذا ما قلنا انه هاي المنطقه هي تقع بين مجموعه من الجبال الموجوده. صديق المصور دير لنا الكاميرا على الشارع حتى نشوف اقبال الناس اللي دي يزورون هذا المكان. طبعا يبدا الناس من ساعات الصباح الاولى يزورون هذا المكان، خاصة انه بأماكن خاصة للريوق والامور كذا. مثل ما تشوفون هاي هو هذا هو الطريق الرابط ما بين سولاف والعمادية. يا بنات راح نضطر نروح او عنكم لمدة دقيقة واحدة حتى نصل لمكان نشوفكم بجمالية اكثر، لذلك راح نحتاج خالد دقيقة او اقل من دقيقة اكيد. تمام. حتى نصل للمكان الثاني ونكمل وياكم ان شاء الله. والله احنا متحمسين صراحة على هالجولة، لانه يعني حلو نشوف اماكن يروحون بها الناس، يرفهون عن انفسهم، يبعدون شوية عن حر الصيف اللي احنا نعرف ايش قد يكون تأثيره قوي على اهلنا بالعراق بشكل عام. وحلوة هالمناظر، واحد يحس انه هيك يغير جو، يحس نفسه مسافر وهو داخل بلده. صحيح، سياحة داخلية. نعم خالد. نعم يا بنات، رجعنا حتى نكمل الجولة. أنا أكيد أريد أطلع خارج كادر صراحة حتى أشوفكم جمال المكان اللي موجود هو هنا. هذا هو الشارع المؤدي إلى مصيف سولاف. طبعا هنا يا بنات هو عبارة عن أسواق، لكن هي أسواق جدا جميلة مثل ما تلاحظون، يعني حتى البناء مالتها يكون بطريقة تليق بالأماكن السياحية. بنفس الوقت نحب يعني دورنا انه نشكر دائرة السياحة اللي موجودة داخل محافظة دهوك، اولا على ترتيب المكان، وثانيا لان قرار بدأ من اليوم ب
بأنه يمنعون أصحاب المصايف بأنه يأخذون أي مبلغ للدخولية بعد ما كان المبالغ ممكن تكون 1000، 2000، 3000 على الشخص. اليوم صار الدخول مجاني لكل المصايف. مثل ما تشوفون هنا ممكن إذا نتجول هنا، نعم يا بنات ممكن إذا نتجول هنا وهج. تعرفين هاي شنو أو شنو هي اسمها؟ لا والله ما أعرف خالد. شونك؟ والله يا وهج صراحة أنا هم ما أعرف. جاي تفرجنا. شنو صباح الخير. اسمي ذا باش. أبا أنا فاتشية. هاي شفقة. عربي زوني؟ أه. ورا غيري. بين أبا. جيب هذا. تعال هنا. هذا شنو؟ هاي شفقة ما زي الكردي. هاي للأطفال ولا للكبار؟ إيه لا أطفال. البنات والولاد؟ بناتي. بنات؟ إيه. شنو رأيك أجربها؟ شوف حلو عليك. جرب. ولو أنت شاب بس ما يخالف. لا لا اه والله حلوه حلوه. شكرا لك. طبعا الوان مختلفه بنفس الوقت يا بنات، هاي الامور انه يصنعونها داخل العماديه او تم حياكتها وتطريزها داخل العماديه. صديق المصور تعال هنا. صباح الخير، وين هنا؟ يلا الا ما يجون انا راح اكل. شنو تقولون يا وهج؟ اي خذ راحتك خالد، مكانك المفضل. كرزات واشياء. هذا هو التين. طبعا كنا نعرف التين وماكلين التين، لكن اللي يميز التين اللي موجود هنا داخل العماديه ومصيف سولاف، خليك قرب شويه من الكاميرا، انه يتم تجفيفه بطريقه كلش تقليديه، وممكن انه هي طريقه فقط موجوده داخل العماديه، لذلك يكون طعمه كلش طيب ويكون مو يابس، يكون يعني بطريقه لينه بحيث انه انت تقدر تاكله وانت مرتاح. تعالوا يا صباح الخير. سبيدا باش تشوني عربي زوني نزوني بزوني دقك از شلون اجي هنا؟ خلاص الكردي مالي. طبعا راح ادخل جوا، خلونا ندخل شويه جوا، خلونا نستمتع بالاجواء. دخلت تاكل انت؟ شلونك؟ صباح النور اخوي على راسي. والله الحمد لله بخير. اهلا وسهلا. شوف انا راح اكل. على راسي يا عمو. اهلا وسهلا فيكم، مرحبا بقناه دجله ويانا هنا بكرزات وحليات الملك في مصيف سولاف. عندنا هنا شغلات محليه، هنا عندنا السجق بلا شكل، عندنا لقم، عندنا من السماء، عندنا راش مال عماديه معروفه، عماديه براشي، يعني طواحيننا كلها تشتغل بالماء، سمسم مالنا مال المنطقه نزرعه هنا يعني. دقيقه حتى كلامك. يا بنات يعني لحد الان اكو معمل داخل العماديه يمكن عمره يتجاوز 300 سنه صح؟ ما زال انه يستخدمون الطريقه القديمه اللي هي عن طريق السمسم والماء وعن طريق طاحونه تفتار وتحول السمسم الى، فهاي الطريقه او هذا المعمل يمكن بقى وحيد بالعراق، انه عمره 300 سنه وما زال ينتج الطحينيه، بس يكون طعمها كلش طيب صح؟ ماكو اطيب من عندها بالعالم. قول كلش. كلش طيبه. زين اريد اعرف موقف طريف مر وياك بما ان انت صاحب محل مع السواح. والله اكيد مر بيك. ما اتذكر والله. لا تتذكر بس ما تريد تقول. انا ما ببالي والله. زين شنو الكلمات البغداديه اللي تعلمتها؟ بغداديه تشاشون. احبك. زين وين سمعت كلمه احبك؟ احكي. من البنات غير. كلش حلو. شنو بعد هنا موجود محلي؟ والله محلي عندنا سجق، عندنا مال المنطقه هنا سجق، هاي شغلنا شغل محلي يعني خاص بكرزات وحليات الملك شغلنا، عندنا هنا هاي الشغلات تمر هند وكرز ورمانك وعسل وقمر دين، شغلنا شغل بيوت يعني بعد نسوان يشتغلون. صح. هنا هاي المنتوجات هي كلها من انتاج هاي المنطقه صح؟ 100% شغلنا. زين شنو رايك نطلع خارج؟ يلا خلينا نطلع خارج انا وانت. صديق المصور اخذ لنا اجواء الشارع حتى نحن نصلك، وممكن انه ننقل الاجواء اللي موجوده داخل هذا المصيف اذا كان اكو وقت بعد. يا بنات يعني هاي هي المنتوجات اللي تنتج داخل العماديه. صراحه انا ما اعرف ليش دائما اطلع بالصباح، والصباح يعني ما احب اكل فاطلع بدون ما اكل. تعال احكي لي عن المكسرات حتى نطلع لغير اماكن. تفضل. عندنا هنا هاي الكرزات. دقيقة. صديق المصور تقرب هنا. الله.
طبعا هذا اريد تحكي لي عنه، هي خلطه من خلطه تتكون من مثلا فستق، غازولو، الزبيب. الزبيب هذا شغلنا، شغل مال المنطقه يعني. اي صح. وهذا شنو؟ والتين عندنا تين محلي كلش طيب. هذا التين يتم تعليبه بالداخل البيت. هذا حسوي طريقه يعني حتى ما يصير بعفونه، ما يخرب يعني، يظل سنه ما عليه شيء. شو شنو هي الطريقه؟ طريقة هاي النسوان يصير المهنة، ما أنا صار المهنة مع النسوان. وإحنا شلون نخاف من النسوان؟ الله أكبر. تعال هنا بعد صديق المصور تقرب. دقيقة، أنا هذا أريد أعرفه، هذا قليل أشوفه خارج دهوك. هذا مستورد. هذا شنو اسمه؟ هذا اللوز، لوز مقلي يسموه، يعني يتكسر باليد. هذا أمريكي. إي مستورد هذا. بس هذا عندنا شغلنا، هذا الزبيب، تين. هذا هم لوز، هذا بالملح، هذا حامض. هذا مو انتاج محلي صح؟ لا مو محلي هذا. 90% من الشغلات اللي عندنا هنا محلي. تين عراقي، هذا تين عراقي. تين عراقي صح؟ زين، تعال اريدك تحكي لي شويه عن هاي القطع. عن هاي القطع يا بنات، انقطع الاتصال يا ريت اذا ممكن تقدرون تعيدون الاتصال بنا. هاي القطع هي قطع نسائيه صح؟ زين، يا هو الرجاليه. هاي الرجاليه. زين، اريدك تجرب واحده بحيث اني البسها. يا هو انطيك. يا ولد يعرف. اي صيح له، خلونا نجرب نلبس هاي بما انه نحن بالجو مباشر. يلا البسها. كيف تتم لف هاي؟ صراحه انا ما اعرف واكيد ما مجربها. توقعت بتعرف تلفها. هذا يلا يقول هذا احلى، بس تعال انت هم وياي. سبيدا باش شاوني عربي نظاني بلا عرب عربي. تفضل حبيبي. اسمه هذا يا اخي شمال شدوني على الراس. على الراس؟ ايه. اريد اكو طريقه كرديه؟ يلا ما ولا نبدا. ما ادري اكيد بو زين بقدر. ايه عيوني اريدهن، والله اريدهن عيوني. عاشت ايدك. طلعت كردي. طلعت يعني تعرف و شلون هسه؟ حلو؟ والله حلوة خالد. يعني هي هذا هاي اريدك تحكي لي عن هاي شو يسمون هاي اللفة؟ هذا يسمونها شمار بارزاني هذا. تمام، لا اروح الدخ، صرت اسحب خارجي، لا اروح اندعم. طبعا هاي اللفة او هنا العشائر اللي موجودة داخل محافظة دهوك، كل عشيرة عندهم طريقة معينة بالملابس، وهاي وحدة من الطرق اللي علمتها. السيارة جاية من وراء. بالبداية اريد اعرف شلون هنا السواح، اعداد السواح اللي يجونكم، كيف تتعاملون وياهم؟ والله اول مرة اهلا وسهلا بكم، كنت على قناة دجلة. انت 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 احسن اي كل حبيبي. والله سياحين زين يعني صراحة، يجون سياحة من كل مناطق، يجون من بغداد، من بصرة، من ديالى، كل المحافظات يجون. شنو أكثر شيء يعجبهم ويشترونه يعني؟ والله يجون، احنا عندنا هنا محل كرزات الملك، يعني احنا مشهور طبعا، عندنا معاملة خاصة بكل المكانات محافظات. عندنا أول اسمه الراشمة العمادية مشهور كلش، عندنا راشمة جوز مال لوز، وأنواع حلويات أكو، عندنا أنواع حلويات أكو بلا شكر، عندنا من السماء بلا شكر دايت خاصة بالسكر. وعندنا عسل بالمكسرات، وعندنا القمردين مال العماديه، تين طبيعي مال العماديه عندنا. الله يوفقكم. يعني عندنا هواي شيء. حجي صباح الخير حبيبي. شلونك؟ هلا بدجله جماعتنا. يا اي جماعه، منين؟ من بغداد؟ من بغداد، انا بقناه الرشيد. اتشرف، احنا زملاء اكيد. كل الهلا، هلا بيكم. بالبدايه احكي لنا عن هذا، شنو اللي عجبك هنا؟ احنا حاليا ببث مباشر عبر صباح دجله، شنو اللي عجبك بهذا المصيف؟ شنو هي الاجواء؟ والله الاجواء كلها جميله ومريحه، والناس وين تروح يعني؟ يعني احنا هو جينا هنا نقضي لنا 3-4 أيام هنا بهالمناطق هاي مصايف دهوك، ويا رب الحمد لله الوضع مستتب وامن واستقرار وكل شيء يعني الحمد لله. انت اداري بقناه الرشيد؟ انا المشاور القانوني مال قناه الرشيد. اتشرف يسلمك حبيبي. واحد يريد ياخذ اجازه شلون؟ اجازه مال شنو؟ اجازه واحد يريد مو تدخيلي على البث كله، انت تطلع لك اجازه. لا مو انت بثكم على الهواء بعد احكي لك على صفحه شو تطلع اجازه مال القناه خير؟ اوكي. زين، شنو هي الاجواء اللي عجبتك اكثر شيء؟ والله الوضع، الناس اللي كلها مرتاحه وقاعدين هم واطفالهم وعوائلهم وشغلاتهم، هاي المساله يعني
اي والجو كل زين حتى بروده اريدك تقارن لي بين الجو. لا لا درجه الحراره 36 37 فرق اقل شيء 10 درجات حراره عن بغداد صح. وبنفس الوقت زين العصريات يكون الجو ابرد صح بالليل مثل يعني بالليل الجو يتغير بشكل مو طبيعي اصلا صح. ايه. زين شنو هي رسالتك اليوم لكل العراقيين شلون بالبدايه شلون شفت استقبال اهالي؟ والله استقبال ناس طيبه وناس تستقبل العرب بالاخص العرب وكل التسهيلات لهم وتعاون معاهم وبكل كل الوسائل. زين رسالتك اليوم لكل العراقيين نقول لهم زوروا دهوك دهوك حلو زوروا المنطقه الشماليه بصوره عامه يعني ودهوك بصوره خاصه. شكرا لك حبيبي ان شاء الله مشكور حبيبي حبيبي. نعم يا بنات انا حاليا ما اسمعكم حتى اكون صادق وياكم بس حد هنا راح تنتهي جولتنا اليوم مثل ما تشوفون هذا هو مصيف تعال تعال ويا يا ريدك هذا هو مصيف سولاف. طبعا هذا المكان هو الدخوليه للمصيف ممكن انه نتجول اكثر. صديق المصور انت تقرب ونحن راح نحكي. دودك ابا سيده تنينا منين جايين؟ اسخلت كردستاني ما خاف كبير يا خاف كدوكي وضع شاوى قالك بوش الحمد لله ابن هذا المصيف ووضع شاوى دسبيك ام خدوني جهد قشيوري لهافينغ واسيلا بخيرات قناه دجلات كاين بوك سباس. طبعا هو يرحب بقناه دجله وكادرها وكل المشاهدين. زاني انذر خلق عراقي هميه بقالمي بيشواز جوانات كاين بوهافينغ واسيلا همي بخدمه گزاري و ام پیشواز یلید که نوه هات نوان جهد الخوشیومه افرکا که قصد آوینگا سیلاوید که نوه جبهونده که جهن گشتیاری کفتین خزمت اتونه دا و دیستان همی کافتر یا مطعم و خارنگه هجید خزمت آوان دار نوه دیستان شلال و مذبح و همی جهد الهاوینگا سیلاوی هن نوه دیستان الباجر آمیدی شهر ایسا خزمت ایوانات کتا و بخیر بین سر سران سر چوان با آوینگا سیلاوی ممنون شكرا سباس. طبعا خلينا شوي نتجول اكثر. يا بنات هو اتكلم انه هو واحد من الموجودين داخل هاي الاماكن السياحيه والاداريين داخلها هو يرحبون بكل الناس اللي يجون من كل المحافظات العراقيه حتى يزورون مصيف هذا المصيف مصيف سولاف ومدينه العماديه بالتحديد. اتكلم انه هم يوفرون كل الخدمات وشنو يحتاجونه السواح اللي يدخلون الى المحافظات العراقيه حتى او اللي يجون من المحافظات العراقيه الى مصيف سولاف حتى يساعدونهم ويقدمون لهم كل الخدمات الممكنه. هنا طبعا هذا واحد من الاماكن ممكن صديق المصور راح نرجع هنا بعدين اذا كان اكو وقت. يا بنات ممكن اني ما اسمعكم فقط واشرب الصوت. هنا مثل ما تشوفون هذه هي بدايه مصيف سولاف. هاي هي المنطقه اللي من هنا يبدي مصيف سولاف. من هنا تبدي الشلالات البحيرات من هنا تبدي القعدات العوائل من هنا. يعني هي مسافه كلش بعيده يمكن اكثر من 2 كيلومتر هو فقط طول المصيف الموجود. وبي يعني كثير امور سبيدا باش عربي عربي نعم كل زين نعم. شنو تعرفت على كلمات عربيه طبعا اولا بالبدايه حي قناتكم واهلا وسهلا نورتونا دجله سولاف. طبعا عربي انا والدي كردي والدتي عربيه وحافظ الجهتين منا ومنا يعني ماخذ الاثنين اي نعم الله يوفقك. علمني شنو الكلمات اللي خاصه بالحب اللي تعلمتها؟ اللي تعلمتها مو حاليا بعدني ما داخل الحب اي نعم. الكلمات البغداديه شنو تعلمت؟ بغداديه باوع يعني هو اشياء بس من هذا اقول لك شهاده اقول لك هاي بغدادية ما اعرف اكلت شربت مشيت ورحت وجيت زين راح اقول لك مثل اي نعم. اذا قدرت تقول لي مثله شو تريد انا حاضر نعم اوكي يقول ده اقول لك روح قول له ايش اقول لك تعال قول لي ده نروح ناكل باقلي يلا قولها يعني اترجم لك اياها مو ترجمها اقول نفسي اقول لك ايش اقول لك روح قول له تقول لك لا مو هيجي دقل... انا اقول لك اياها مو هيجي قلت لك وقلت لي جبت لي صحن باقلي طعت شكرا لك شكرا لك حياتي نعم يا بنات هذا هو المكان ايضا ممكن انه بجماليه ونشوفكم اياه. هذا المكان طبعا هو قبل ما نصل الى سولاف تكون هناك عده اماكن ايضا هي للجماليه مثل ما تشوفون هذا الشلال. طبعا هنا الاجواء كلش بارده انا كنت اتمنى انه اسمعكم حتى اخذ اراءكم بهذا المكان. عندي فقره اخيره اريد اختم بيها تفضل يمي تعال خلينا نقعد هنا انا عاجبني اقعد هنا يا بنات. كنا سمعانين
كنا سمعانين يعني او مرات يصير بينا عندنا مواقف فيقولون لنا شنو انت على راسك ريشه؟ هذا المثل سمعانينه كلش، يعني مثلا اذا واحد يتجاوز السير، اذا واحد يعني يسوي اي شيء يكون به مميز فيقولوا له شنو انت على راسك ريشه؟ فشنو انت فوق راسك ريشه؟ اتشرف وجودكم في مصر ولا في السياحي بقضاء العماديه. والله بالنسبه لريشه مالتي اني مشهور بها، يعني السائح اللي يزور مصيف سولاف لازم عندي مميز بالباقي المحلات حتى يعرفون هذا يميز على المحل الثاني. فبس باسمي انا اسمي شيخ احمد، شيخ احمد ابو ريشه. نعم ونعم من عندك ونعم. بس انت ابو ريشه؟ ابو ريشه صح. زين ليش فوق راسك ريشه؟ هاي الرمز مالتي، هو الرمز يعني هو دليل دليل ما على ريشه. فين الريشه؟ لا اخوي انا شايف غيره ان شاء الله. شكرا لك، تعبنا في انا يا بنات. طبعا حد هنا من هذا المكان الجميل راح نختم وياكم جولتنا اليوم، اكيد راح نرجع لكم باماكن اخرى فيها جماليه اكثر، وجولاتنا مستمره من صباح دجله. نشوفكم على خير. نعم. مع السلامه.